حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل". ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو اوتيت مثل ما اوتي عملت فيه مثل ما يعمل